احنا مطالبنا الغاء الانتخابات هذا لا يعني اولا نساند المحكمه الاتحاديه بكل ما ذهبت اليه، ونساند مجلس النواب في التعديل الثالث، ونساند كل من يظهر يعمل على خدمه العراق ويحاول ان يصحح المسيره، المسيره تعرضت الى التشويه، المسيره تعرضت الى التزوير، العمليه الديمقراطيه تحتضر الان، العمليه الديمقراطيه اصبحت مثار عيب جدا لانه التزوير المقترن به، ولذلك الغاء الانتخابات وليتابع حكومه تسيير اعمال تنتج سلطه قادره على ضبط الوضع في العراق ومن ثم اقامه انتخابات عادله وشفافه ونزيهه مما يفضي الى سلطه سياسيه شرعيه يمكن ان تخدم الشعب، تصون الحريه، تصون الحقوق، تصون الكرامه، تؤدي الى تنميه، وبالمقابل شعب يلتف حول هذه الحكومه وهذه القياده مما يؤدي الى البلد ان يضع في السكه الصحيحه حتى نتقدم خطوه الى الامام. لكن يشرفنا نقف تحت هذه الشمس المحرقه اليوم مرر على الشعب العراقي. هسه اصواتنا احنا ما يشرفنا تكون اصوات بالتزوير. وقفتنا هذا اليوم امام المنطقه الخضراء اليوم البدايه سوف تتكرر وتتوسع في بغداد والمحافظات، باعتبار ان العدوى الفرز اليدوي اذا بدات هذه المبادره وان كانت هي قضائيه ولا نشكك بها، لكن نشكك بالذين سيقومون بالعدوى الفرز اليدوي، باعتبار ان صغار الموظفين بالمفوضيه اكثر تزويرا واسوأ تزويرا من كبار المفوضين. اليوم القضاء سيطر على المفوضين لكن لم يسيطر على الصغار، باعتبار ان اغلب الموظفين الصغار جاءوا عبر المحاصصه الحزبيه والطائفيه وبالنتيجه سوف يزورون، فكيف تؤمن خائن على اصوات الشعب؟